مشاهدينا، تواصل إمارة دبي إبهار العالم بتحطيمها للأرقام القياسية، وفي إنجازها الأخير يوم الخميس الماضي حطمت الرقم القياسي بافتتاح نافورة النخلة تحت شعار بلوغ السحاب كأكبر نافورة في العالم. تفاصيل أكثر في تقريرنا التالي. حصدت نافورة النخلة الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر نافورة في العالم بعد الاحتفال الرائع بإطلاقها. حضر الحفل حشد من الضيوف والمقيمين والسياح الذين شاهدوا تحطيم نافورة النخلة للرقم القياسي واستمتعوا بأغنية حصرية حملت عنوان دبي كوكب آخر، تم إنتاجها خصيصا احتفاء بروح هذه المدينة النابضة بالحياة والملهمة. تحتل نافورة النخلة التي تعد احتفالاً بإبداعات دبي وطموحاتها مساحة تنتشر على أكثر من 14,000 قدم مربع تغمرها مياه البحر وتشع خلال الليل بأنوار 3,000 مصباح تنبض بالحياة وتتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار. شهدت الاحتفالات مجموعة من العروض الترفيهية والفنية الحية بما في ذلك عروض الألعاب النارية الساحرة. ستفتح هذه النافورة أبوابها أمام الجمهور على مدار العام ما بين غروب الشمس ومنتصف الليل، ما يجعل الزوار يستمتعون بأكثر من 20 عرضاً. إن إطلاق نافورة النخلة يشكل علامة بارزة أخرى حيث تواصل دبي الترحيب بزوارها في معالمها الشهيرة عالمياً وحصد رقم قياسي آخر يسجل لدبي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية يرسخ مكانة المدينة كوجهة لابد من زيارتها، حيث يمكن للضيوف من مختلف أنحاء العالم تجربة أفضل المشاهد.